سلام. يا دي الأمي يا ابني المتخلفة. Surprise, motherfucker. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم احمد ابراهيم. النهارده معانا ضيف عزيز عليا قوي وعمر العسوي، وبيتحداني في بيس. نعادك ان هو يخسرني، هو ما يعرفش اللي كان قبليه، يا ما شاله هو لسه شايل 5، فادينا هنشوف هو هيشيل كام. يلا بينا نشوف الفيديو. غلبت اول ماتش يا جماعه 2-0، ادعي ربنا ان شاء الله الماتش الثاني ان شاء الله يا جدعان هكسب. بس انا بابا بقى عشان اشوف بقى شويه. طب انا ايه يا ابني كل ده مش فاهم؟ معلش يا ابني انت التلفزيون في حدك. ماشي الشاشه التلفزيون ايه؟ استاذ عادل واقف ده. ايه يا عم ده؟ انا متفق على ابيض. مش مشكله شغال شغال. في حاجه يعني لو اتغلبنا اوفسايد؟ تعالى. ايه يا عم اوفسايد ايه ده؟ وربنا الحكم رفع الصفار. انا وقفت يا عم، الحكم كان بيلعب. كان بيلعب ايه يا حكم؟ رفع الصفاره. ايه رفع الرايه؟ كان رفع الصفاره، كان هيحسب لي انا فاول، بس انا كملت على الكوره. طب يا عم سيبه يحسب. اول هدف باول هجمه، عايز اكتر من كده يا عيسى؟ حظ عوالم. حظ عوالم يا عيسى، وانت مالكش في امها يا عم. انا ماليش يا عم، شكرا. تاني هجمه تحت. الله طورت. تعالى بقى نلعب بلاي ستيشن. يابا واحد انت هتعمل لي بقى زي واحد كنت اعرفه يقول لي تعالى انزلي بلاي ستيشن بدون ذكر اسماء بقى يا عم الحاج، وبنزل بلاي ستيشن بشيله. لا ان شاء الله مش هشيل. بس بقى لا ان شاء الله مش هشيل. اصبر بقى اصبر، ده احنا لسه ما سخناش يعني. والله الحكا ارسم في بيس جامد والله. مش عارف عندك ايه ده؟ احنا بنلعب ايه؟ بنلعب نهائي تشامبيونز ليج. فين يا عم مو صلاح؟ لا بقى ايه بقى خلاص بقى انت لازم. لا اهو مو صلاح اهو. ادى مو صلاح يجري بالكوره اهو اهو. يلا مو يلا مو شوت يا عم. ايه يا عم الله، بس سيبني بلدك شوت يا اخي. الله جون ده ولا لا؟ اصلا ما تقلقش. ايه ده كان جون هنا بقى جون هنا. احلى حظ احلى حظ برضه حظ احلى حظ برضه حظ. طب المشكله الهجمه اللي هي تتقلب بجون حرام عليك. ده في الدقيقه 11. لا 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 فان دايك يا ابني، محدش بيجلب فان دايك. انت جليت منه مرتين بس عادي. لا 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 شايف اللب يعني؟ الحمد لله ثلاثة بس، ده كويس. لا يا ساتر يا رب مش هكمل الفيديو. يا ريتني كنت كملت بالريال. ليه يا جدعان؟ الولد مش واخد باله اصلا ان هو بيلعب وبيجيب الجول. ايه يا صاحبي؟ ايه يا اسطى؟ لسه ايه في ازاي انا جيت لسه صدمه. اللعيبه ما بتبصيش. ما بتبصيش يا ابني. طب العب بقى، انت جبت 4 صح؟ العيسى هو يسخن يا جماعه. لا لا العب لي بقى بابا. امي بقى الحظ ده. العب لي حظ برضه يعني. يا عم اقعد بقى يا عم. حظ انا عمال اشوط وما بيشوطش. شوط انت ما عملتش، انت ما شوطتش على جوني اصلا. ولا عايز يقطع. الاول هجمه عمي كانت ليا، انا كنت هفتتح لسه وكنت هفرح بالمو صلاح. طلعت لي انت وجبت لي 4 اجوال. يا ريت انا هدي الكره للسنغال احسن يعني. اجري اجري الحق يا عم بقى، الحق حاجه بقى. استغفر الله العظيم يا رب. العب يا عم. زياد سواري. ايه يا عم ده؟ واقف جوه الجول. ايوه امسكها لك وعايز ابريك اكتر من تاني. حظ ايه؟ الله عايز برضه يا ابني برضه حظ برضه حظ. مش عايز يباص. انتوا مفيش حد بيقول فيكم ان انتوا بيخسروا خالص. لا 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 امسكوا يا عم. بص 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 بيجري ازاي؟ يا سواريز يا سواريز قدم يا سواريز. خدها يا جون يلا. جون هاتريك صح؟ بعمل لك كده. بص بعمل لك كده. ميسي جاب 2 صح؟ فاضل له 1. ميسي تاني. لا ميسي تاني جاب 1. واحد بس؟ خليه يجيب 3 دلوقتي. لعبة لعبة استغفر الله العظيم. استغفر الله. اللهم اني صايم. ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان ده؟ فنخة ده. لا شوت يا عم. انت بتهاجم ب 10؟ ايه يا عم؟ ده ايه ده؟ انا جايب 3 تاني انا ولا ايه؟ ده الرابع يا حبيبي. يلا 6 ايه؟ لا الرابع لسواريز. لا
ده خلاص يا عم، مش بحسب ان الدقيقه لسه 30 يا اسطى. ايوه اللعيبه مالهاش نفس اللعيبه بقى الان اللي اتعمل عليك سكور كبير قوي. اللعيبه مالهاش نفس انها تلعب. قلت لي مو صلاح ومش مو صلاح، يا ريتني ما لعبت بمو صلاح. يلا يا ابيض مو صلاح، مو صلاح، مو صلاح لما لمس الكوره، لمس الكوره مره دخل فيها سته. ما لو جاب جون بقى هعمل ايه؟ هيجي فيها 10. استغفر الله العظيم، دي ست جوان. لا ضعيفه خالص، ضعيفه خالص. يا نهار ابيض يا جدعان، ده سكور يا جدعان. لو مرض غلط يلا. وربنا ما بيصد يا عم. سواء استنى وربنا ما بيصد الجون ده. بيصد ايه؟ وربنا الجون ما بيصد. العب يا عيسو، ايه يا عيسو؟ مش ده العيسو بتاع زمان. وربنا الجون ما بيصد. فين العيسو بتاع زمان اللي كان بيجي يعمل كده يخش فيه خمسه كده؟ يا عم هتقول الكلب ده. يا عم ده بلازم يا عم. انت اللذينه. بقول لك ايه، انا قعدت العب على الجنب ده كتير لحد ما اتفشخت. انا اجرب الجنب التاني. صرخ وباص الكوره. بلا مو صلاح بلا مو. يلا يا عم فكك من مو صلاح بقى. مو صلاح اهو الراجل. الله اكبر، ده حد بيجري ورا يا عم. انت حمار يا عيسى والله، كنت اخش بيه اهو يا عم اهو. ليه بسيطه لصلاح؟ من بلد يا عم. انت اللذينه. ادي سكر الجون ده دخل فيه سبع. الله اكبر يعني عاش. تخشر المخشرين في شخر تشخيره خشرا. فاول ايه طبعا يا عم، ده انت ما شفتش شاله ازاي؟ ده اللي ناقص. حاجه حرام عليك. ارتو بقى ايوه ادري اللي هو ايوه رجع ده له تاني بقى. اداله تاني، اداله تاني. انا ما كانش قصدي اصلا، ما كانش قصدي. لا 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 استغفر الله العظيم. محمد رسول الله الصلاه والسلام. والله موسى يا رب. ده الشوط الاولاني صح؟ سبعه اه سبعه وسبعه. سبعه سكور قليل قوي. سبعه الشوط الثاني. والله يا عم يا عم بعمل اي حاجه بقى. ايه يا رجاله في ايه اللي حصل لكم ده؟ انا كنت ماشي زي السكينه في الجاتوه. نسيبك تكسب عشان انا في بيتك بص. اه لما تيجي عندنا حته ايوه قسم بالله قسم يلا بقى يمكن ارفع تيجي جون ولا حاجه. ليه؟ تطلع فرج ولا ايه؟ ايوه يا عم بص انا عايز اعرف انت بتهاجم بكام واحد وبتدفع بكام واحد بس. ده اللي هيجنني. لا بره بره بره. بقول لك ايه، انا لو جبت جون محمد صلاح بتحسب بثلاثه. ده اه عشان مصري. انت لذينه يا عم. ايه يا عم ده باص؟ طيب وفي ايه يا جدعان؟ ما كانت ماشيه زي الفل. بقول لك ايه، عندي فكره حلوه. تيجي نلعب ماتش انت مع بعض. نلعب يا راك. شايف ايه؟ اي حجه. طيب اي حجه. بص بيعدي ازاي. شوت يلا. الحمد لله. انت عنصري يلا خنزير. والله ما انا هدي لك تاني كوره يا عم. اعمل لك ايه يا عم؟ انا مبصت قبل ما تجري. هوبا هوبا سواريز دق صايب ضربة جزاء. بلال ايه يا عم؟ ضربة جزاء. ضربة جزاء كده كده تخش جول. يعني في العرض. ايه بقى ايه بقى ايه اللي حصل؟ فاول من بره؟ يا ابن المتضايقة. ده المتضايقة يا عم بقى جول اهو. تعال انت. ايوه بصيله تعال. اخيرا مسك ازغرط. هوبا المو هوبا المو. ترفع يا عم يا عم. خش بقى اعمل حاجه. مستوى قل قوي في الشوط الثاني. ليه بتبص؟ ما جون اهو يا اول جون يا رب. ماشي فيرمينيو جاب الجون. مين اللي جابه؟ عنصري صح؟ خنزير فيرميني. مسخن ولا ايه؟ الله اكبر يا رجاله عاش. فين بقى الجون ده من اول ماتش؟ ليه؟ يلا بقى. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى نجمة بقى الشوط الثاني بقى. نجمة نجمة. ايه ده؟ ايه ايه بتوت يا عم؟ راجل حرام عليك، انتوا فين يا رجالة؟ انتوا فين انتوا فين انتوا فين؟ يا ريس يا يلا صح. ها؟ يلا صح. يا ما تنشف يلا اسد يلا في ايه؟ اسد يلا ارنولد يلا. ها؟ بتوت يا عم ولا باص بقى انت تخنقني؟ بص ما تسيبش على الصفر اهم حاجة، اهم حاجة ما تسيبش على الصفر. بيقول لك جون شرف احسن من سبعة بالحظ. احلى فرشه دي ولا ايه؟ ما تنجز يا عم. انت لسينا. ليه ليه ايه اللي انت عملته؟ على الطلاق على الطلاق بصراحة. ايوه اديها له يلا. كانت جت. اديها له يلا. كان الفرق كان الجون الثامن بقى. وانت عايز تجيب فيها 8؟ مش كتير. لا يعني سبعه اللي قليل. سبعه. سبعه عادي طبعا. بس انا الشوط الشوط الثاني ظبطت. شوت يلا. ثمانية كده. بس جاب جول.
جاب جو وصفر. خلاص صفر. ايه تلعب تاني؟ تلعب تاني الراجل انت كده انت كتير قوي يعني. ليش تلت تلعب تاني؟ تلت بس هغير الفريق بتاع الموسى. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتعمل شير للفيديو. سلام.